ظهرت صور الأقمار الصناعية في الإحداثية 50-28-17 شمالاً و30-31-44 شرقاً، إذ جاء القصف بعدما أكد بودانوف ومساعده أن الهدف هو بوتين. في هذه الإحداثية مركز المخابرات العسكرية الأوكرانية، وجاء قصفها بدرونات وبصواريخ باليستية. قال الجانب الأوكراني أن كلها اعترضت، وهذه ليست منشأة بقدر ما هي قسم هور مو أو جور مو، انطلاقا من كييف وأوديسا. من هذين المركزين تمارس كل المخابرات العسكرية أنشطتها، ودمر بشكل كامل مركزها في أوديسا، وأيضا جميع ما يتعلق بطواقمها، وأيضا بما يسمى بتجهيزاتها الخاصة. وبعد أن ضربت جسر القرن، واضح أن الهدف كان مباشرة بالنسبة للروس تصفية وتدمير مركز المخابرات العسكرية الثاني لأوكرانيا، وتحقق ذلك. ومعلوم أن شعار هذه المخابرات منذ 2016 الحكيم يقود النجوم، لكن اليوم هناك اعتبار آخر: القوي هو الذي يحاول أن يسيطر على المياه قبل أن يسيطر على الأجواء. وواقع الحال أن هناك اليوم بناية تحت أرضية تمارس فيها هذه المخابرات أنشطتها بعد القصف، إذ تضررت. ويكشف حاليا أن الروس ضبطوا هذه التفاصيل دون توضيح كامل لصور الأقمار الصناعية رغم تواجدها. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. بين فشل يصل إلى 100% أو يصل إلى 97%، وصل صاروخ روسي إلى مقر المخابرات العسكرية الأوكرانية، يعني بحدود نجاح ما بين 2.35 أو إلى أقصى تقدير 7.25. فرغم هذه النسبة الضعيفة والضئيلة للغاية، فقد استطاع الروس على الأقل وبالأقمار الصناعية أن يقصفوا منشأة تحت أرضية للمخابرات الأوكرانية، وهذا تطور استثنائي يجعل من الرواية الأوكرانية متذبذبة للغاية أمام ظهور الفيديو. كان يرغب الأوكران ببساطة شديدة في جعل هذه الصواريخ، أي نحن نتحدث اليوم عن 101 و555 وإسكندر. إسكندر اليوم، يعني أن الثلاثة صواريخ هذه هي التي مارست في هذه الفترة الأخيرة القصف. إذا نحن نتحدث عن عدم استخدام كينجل، عدم استخدام 55، عدم استخدام آخر ما كان بالنسبة للبي دي 31، كي اتش 31 بي دي إلى آخره. يعني أن الصواريخ كلها والتي لديها قدرة في الوصول والتدمير لم تستخدم في قصف مقر المخابرات العسكرية. ولما؟ لأن مثل هؤلاء لا يمكن خسارة شيء هام ولو على مستوى التسليح للوصول إليهم، فهذه إهانة. فلو دمر مقر المخابرات مثلا بكينجل، هذا سيعطيه أهمية كبرى. الأمر لا يتعلق إلا بقسم وتحت أرضي نتيجة التخوف من القصف، وكان ينتظره الأوكرانيون. الأوكرانيون والمخابرات بعد أن أعلنت وبشكل مباشر وواضح وفي استجواب مع الصحافة الألمانية، ونقل عنها الجميع، بأن الهدف لمخابرات أوكرانيا هو بوتين وشخص بوتين، آنذاك تقرر أن يكون هناك رد. فجاء الرد، إذن كان قد
أهيل وبشكل كامل مقر المخابرات الأوكرانية تحت أرضية، وهم يعرفون جيدا أن إمكانية تدمير المبنى أو على الأقل موقف للسيارات هذا لن يفيد في شيء، لأن القصف لن يتم بشكل ناجح مع كينجل، وإلا أصبح الوضع وبتصوير الكاميرا يعني أنه سيكون واضحا، وسيأخذ هؤلاء حطام هذا الصاروخ عن قصد من أجل تحليله، وهذا ما كان يرغب فيه أساسا الأمريكي. لهذا فقد أهيل تماما هذا الموقع كي يكون تحت أرضي، ويكون استخدام كينجل ضد أرضية هذا المركز الاستقبالي قيادة أركان المديرية العامة، وهي قسم ضمن وزارة الدفاع، مديرية عامة باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، فيأتي القصف وبعده مباشرة يمكن ضبط حالة كينجل. فأتى القصف مغايرا لكل ما ترقبه هؤلاء. كان القصف في حدود 101 صواريخ العادية، وأيضا 555 وهي مطورة عبر 55، فلم تقصف سوى باليستيات، يعني صواريخ باليستية عادية هذا المقر. إذن أول ما أراده الروس ألا يعطوا رمزية خاصة بالنسبة لهذه المخابرات، ثانيا أنهم سيقصفون بصواريخ عادية، وعندما ستحاول أن تصل هذه الصواريخ دون اعتراضها إلى هذا المكان الذي يجب أن يكون محميا فهذه هزيمة، لأن مجرد عدم استخدام كينجل الذي عرفناه بأنه يحيد تماما الباتريوت، والباتريوت كانت تحمي أقرب مكان لهذه المخابرات وقيادة الأركان، فاللحظة التي استخدم فيها فقط مثل هذه الصواريخ العادية فهذا محاولة من الروس لإيصال أن هذه الصواريخ التي أنتم تجاوزتموها باسم باتريوت وصلت إلى المكان وضربت، وحاولت أن تضرب مرة ثانية، وحاولت أن تصل هذه الضربة إلى الهدف. إذن رأينا كيف حاول الروس أن يحددوا جميع شروط هذه العملية على وجه دقيق، وبالتالي فهناك مركز أطفئ بالكامل. هذا ما يلاحظه الجميع، بأن هناك حالة تدمير حقيقية، وأيضا حالة لإيقاف الكهرباء، وكل هذا أصبح خارج الخدمة. إذن أمامنا أول تطور أساسي، محاولة ضرب المقر بصواريخ باليستية عادية. ثانيا أن هناك رد، هذا ما يقوله الإسرائيلي، أن الرد أتى عبر الدرونات لأن هناك خسارة هذا المركز. هذا المركز وضرب هذا المركز ساوى في نظر المخابرات ضرب ما سمي بمنازل بوتين، أي الحي الراقي الذي فيه ربما جزءا من عائلة بوتين. إذن قصف هذا الحي يساوي تماما قصف هذه المديرية. إذن لدينا هذا الاعتبار الثاني، أن ضربة الدرون كانت لأن روسيا قصفت هذا المركز الاستخباري، أو ما سماه على وجه التحديد أهم تقرير استخباري في الموضوع وأكد التدمير الشامل لهذا المقر، هو ما نقله الإسرائيلي. الإسرائيلي يقول بأن حالة الدمار التي وقعت للمديرية العامة للمخابرات العسكرية الأوكرانية جاء الرد مباشرة انطلاقا من الدرونات وتوجيه إلى موسكو وإلى منازل وحي فيه ربما بيوت لكبار الشخصيات ولبوتين وعائلته. إذن لدينا هذا المستجد الأساسي الذي يضعه الإسرائيلي،
وهو أقدر على معرفة هل كانت الإصابة أقوى أم حالة تدمير جزئية أم مؤثرة. المؤكد أن حالة ليس تدمير إنما دمار، إذا ما وقع لهذا المركز دمار. ثانيا أنه تحت أرضي ووصل إليه الروس. المسألة الثالثة أن طيران درون في مقابل صواريخ موجهة تحت أرضية، هذا يعني الكثير. إذا لدينا هذا التفصيل الهام للغاية. أما في حدود نشر صور الأقمار الصناعية فهذا لمحاولة جر الغرب إلى أي قراءة، وفي هذه الحالة سيكون هناك أكثر من دليل وأكثر من فيديو خصوصا بالنسبة للقصف. صحيح أنها ظهرت صور وحاول الروس تغطية جزء من أسرار هذه الحرب في مقابل أن يكون للغرب أي فرصة في محاولة إما الاعتراف أو نصف اعتراف، ولكن ليس حالة الإنكار، لأن هذا تجاوزه الروسي بفيديو وتجاوزه أيضا بصور الأقمار الصناعية. إذا حالة الإصابة مهمة، وأيضا فإن أوكرانيا ردت لأن الخسارة كانت أكبر. المسألة الأخرى أن المنشأة تحت أرضية لم تعد أسلوبا لحماية قادة أوكرانيا، وهذه رسالة لزيلينسكي نفسه، إذ الوضع اليوم وضع مأزوم للغاية بالنسبة لوصول هذه الصواريخ إلى الأهداف التي يرغب فيها الروس لسبب أساسي: استخدام كينجل في مقابل باتريوت، إخراج باتريوت عن الخدمة، ومواصلة السيطرة عبر الصواريخ الكلاسيكية العادية على سماء كييف. هذا الذي يريده إلى حدود هذه اللحظة الروسي. كذلك الروسي الذي قصف وأصاب 5 طائرات، المسألة ليست في 5 طائرات إنما في الضربة صاروخ واحد يمس 5 طائرات وإخراجها من الخدمة. هذا كله يعني أننا أمام سوخوي 24M مع ستورم مع الصواريخ البريطانية، وهذا يعني أن ظل العاصفة اليوم سيكون له ما بعده، لكن أمام قصف صاروخي أخرج 5 طائرات وضرب مركز المخابرات العسكرية، كل هذا دفعة واحدة مع منسوب نجاح حسب الجيش الأوكراني وقيادته الجوية على وجه التحديد في حدود 2%، يعني أن الذي وصل إلى الأهداف 2% فقط. إن كان هذا وضعا مهما بالنسبة لروسيا، فإن 2% وضربت هذه الضربات وبهذا الشكل، فماذا سيكون للباقي؟ أم أن الباقي لم يكن إلا للمناورة من أجل إيصال هذه الصواريخ إلى مركز المخابرات وأيضا إلى مطار سوخوي 24M ومن ثم الـ F-16 الأخيرة؟ شكرا جزيلا وإلى اللقاء.